السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير. كنتمنوا نتوما كتشوفوا هذا الفيديو نتوما بالصحه الجيده ان شاء الله ليكم ولوليداتكم ومعز عليكم. اليوم يا البنات غنشارك معكم الكماله ديال الكرتونه اللي دوزت معكم. انا غادي نشارك معكم الكماله ديالها. عندي هنايا بسم الله، عندي هنا التمر 5 كيلو ديال التمر لا كارطونه كما كتشوفوا، الزيت منها واحد شويه. ثم الكارطونه هاد دايره 2300، راكم كتعرفوا مع هاد الزياده. غنكمل معكم باش نشرح لكم على الطريقه ديال الجافير. واحد السيده راه قالت لي شرحي لي الفيديو ديال 5 يطرو شحال كيدوز ليك. انا غادي نكمل هاد المواد باش نشرح لكم على الجافير. عندي هنايا السكر، انا دابا درت معكم الكرتونه ديال الفنطان، دابا كندوز معكم الكماله ديالها. عندي هنا 3 ديال الكار السكر. عندي هنايا بالنسبه لهنا شريت لك خميره ديال الحلويات. عندي هنا ديال اللوبيا قضيتها مع الشار. هنايا درت شي ديال التنظيف خماره، راكم عارفين غير شري غندي غير كملت الكماله. دابا هذه غير الكماله. هنا العدس، بالنسبه للعدس كنحتاجو الحريره. ثم هذا نص كيلو تاع العدس، نص كيلو ان شاء الله غادي يكفي لي كفي في رمضان ان شاء الله. عندي هنا بالنسبه للعطريه، راه عندي العطريه وكملت هنا. عندي سكنجبير كنطحنو كننقيه وكنطحنو على يدي، هو رابعه نص كيلو بنات. عندي هنايا البزار حتى هو كننقيه كنعطيه للمطحونه والهري، هادشي كنتقضى انا من الهري كنطحنو. وهنايا السنيله، السكر السنيله كتعرفو كنحتاجوها مع العصير. هنا القهوة، هنا القهوة كما عارفين كنحتاجوها في رمضان بزاف. عندي القهوة هنايا، صيفطاتو ليا واحد الأخت ديالي الله يكتر خيرها، هي كنحتاجوها في رمضان. كل مرة حيت ما راه موريتش ليكم القهوة. هنا عندي السميدة، عندي السميدة بيضة 10 كيلو، هي 10 كيلو السميدة بيضة. كما كتعرفو كتكون مع كندير بها أنا الكسكسو ولا الطعام، وكندير بها الحرشة. هنا عندي السميدة الصفرا، عندي هنايا 10 كيلو، 10 كيلو ديال السميدة الصفرا. راكم عارفين مع الملوي، ملوي حرشة كندير بها ملوي حرشة، راكم عارفين شحال طالعة هاد 10 كيلو بألفين البنات و 300. هانتوما كيما كتشوفو. هنا عندي الفينو، عندي 5 كيلو ديال الفينو، تا هو 1060 الفينو. هاد المواد هما لي كنحتاجو في رمضان. بالنسبه للبنات العطريه انا كنجمعها هنايا، مازال عندي الخرقوم، التحميره، شويه من البزار، سكنجبير، وكنكمل الكماله كنديرها هنايا. عرفتي ما كيوقع لي حتى شي حاجه، كدير ليا المده هنا وكنسد عليها ونقدها. هادو باش نعاود نشرح لكم الطريقه اللي كيفاش انا كنستعمل الفيديو كيدي ليا تقريبا عام. انا غادي نشرح لكم جمع هادشي ونشرح لكم. وهنا يا البنات غادي نشرح لكم الطريقه ديال الجافير، علاش انا كان يدوز ليا تقريبا عام حيت ما كنديرش غشاوي بوحدو. بالنسبه لهنايا
هاد صاني كروا ديال الحامض، كاين بالشكل اللي كتبغي انت، في اللي كيعجبك تاخديه. عندي هنا كندير هنايا الكاس ديال جوج كيسان من هاد صاني كروا، وكندير كاس ونص ديال الماء. عندي هنايا بالنسبه للجفير، هنايا الورنيطرا كاس ونص كنديرو في هذا، كنخليه خاص للكوزينه. كندير كنعبر، كندير كاس ديال الجفير وكندير كاس ونص ديال الماء، ما ديروش غير جفير بوحدو. بالنسبه لهاد الاوني ديال الماعن، تقولوا لي علاش كديري هادشي غير في الكوزينه؟ واش كيكفيك شهر؟ كيكفيني شهر. هنايا كندير شويه ديال معجون ديال الماعن، كندير الخل، كندير الملحه، كندير المدافي، كنخلطو بحال هكا. كيكفي انتم كتخلطو بحال هكا، كيدير الرغوه، كيكون عقد. هذا اللي كنغسل به يوميا الماعن، فيه الخل. سمحوا، كندير معاه حتى بيكربونات، شويه ديال واحد نص معلقه صغيره هكا. هادو باش كنغسل يوميا الماعن تاع الكوزينه. داكشي جفير كندير الكوزينه، دابا بغيت الكوزينه مره في السيمانه باش كنغسل انا الكوزينه ديال الجفير. وعندي هذا المعطر، وكندير بالنسبه للحمام كندير فيها هذا حتى هو، كندير كاس هنا كاس ونص ديال الجفير، هذا كنخليه خاص في الحمام. كندير معاه الا ما بغيتوش ديروا شي قطرات من هادو هنا في الجفير، كتعرفوا كتكون عندكم واحد سميتها واحد الشيته، واحد الغراف كيكون فيه واحد الشيته، كديروا فيه جوج قطرات فيها، كتبقى الحمام ديالكم ديما فيه الريحه زوينه. هذا ديال المزهر، هادشي البنات. وتقولوا لي جفير واش هادشي كيكفي لك شهر في الكوزينه؟ كنشد انا السربيتات ديال الكوزينه، ما كنصبنهمش كل نهار، كنجمعهم، عندي منهم تبارك الله كنجمعهم، حتى كنجمع منهم خمسة ولا ستة السيمانه حتى هما، كندير فيهم جفير باش ما نضيعش جفير، باش ندير دقه واحده، كنصبنهم عاوتاني ودي عليهم سيمانه عاوتاني نعاود نجمعهم. وبالنسبه الدوش ديالكم اولا مرحاض، هذا ديروا فيه البخاخ، كديروا كتبقاو ترشوا بحال هكايا لبابوات اولا داك كلاس كلاس عزكم الله، كديروا فيه هكايا رشاشه بالبخاخ، كتخليه واحد 10 دقائق، كترجعوا كدوزوا به الشيته كيرجع كيشعل. لا ما تبقاو تكبوا، ملي كتخليو الفيدو في وسط الحمامات ديالكم غادي يجي كيكب، راه كيضيع. حنا ما ماشي نبقاو حنا غير كنشريو في جفير، تشري جفير في الشهر ميكي عليه، وتبقاي تستعملي هاد المواد، هذا هو اللي كيدير ريحه زوينه في الحمامات. وهذا كيما قلت لك الاخت استعملي كيما كندير انا، وهذه خلاص راه معروفه، كاين اللي كيديرها حتى مع الحوايج ديال التصبين وبكربونات، راهم عارفين فعول ديالهم حتى هما في النقا. هاد الفيديو هذا قلت لكم راه دا ليا 9 شهور. وهنايا اختي انا شاركت معك الطريقه ديالي مع جفير، كنتمنى تشوفي هاد الفيديو وتستعملي كما الطريقه اللي كنستعمل. قلتي ليا الفيديو ديال 5 ايطرو ما كيدوز لك الشهر، انا اختي كيدوز ليا تقريبا عام، ما حيت هادي هي اللي مهمه دير لك الريحه في سميتو في الحمامات. وجفير قسميه بحال هكذايا، بالنسبه للحمام غسيلو ديري البخاخ، شري واحد البخاخ، شري غير واحد، فين ما بغيتي تستعملي جفير ركبيه هنايا، وتبقاي ديري اللبابوات والدوش وكل شيء. مهم نتوما راه عارفين، كنتمنى تجربوا الطريقه، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، ربي يخليكم كاملين ويدخل عليكم رمضان علينا وعليكم الصحه والسلامه والرزق والتيسير، بعد علينا هاد البلاء، الله يعاونكم ويسهل الامور.